يا مرحبا الساعة جولة خمسة عنوانها الإثارة ريمونتادا تاريخية لخرفكان اللي وصل وخسرت الثالثة على التوالي في مختلف البطولات والكلاسيكو في قمة السعادة وأسرع ثلاثية في تاريخ دوري المحترفين حكام فيديو أجانب واستمرار صدارة الشارجة وشباب الأهلي مع استمرار توهان العروبة ودبل حصن وأول ضحايا دورينا كايو زناردي والحين تعالوا معاي نعيد مجريات الجولة الخامسة بطريقتنا نفس ما عودناكم جاهزين يلا نبدأ تعالوا نشوف أهم أرقام وإحصائيات هالجولة في فقرة تحت المجهر 33 هدف في الجولة الخامسة وهي أكثر جولة تسجيلاً للأهداف 15 هدف في الشوط الأول و18 في الشوط الثاني وكرتين حمر على طاري الكرت الأحمر مالك جنعير يتدخل تدخل غريب وينطرد من المباراة فريقك فايز 3 وباقي 3 دقائق على نهاية الشوط الأول اتحاد الكرة أعلن عن حكام فيديو أجانب لكل المباريات لتقليل نسبة الأخطاء اللي لابد أنها تكون موجودة في لعبة كرة القدم هناك ضربة جزاء لم تحتسب للوصل وكان قرار مؤثر في نتيجة المباراة ولكن النتيجة النهائية ريمونتادا لخرفكان وروح قتالية حتى آخر دقيقة خسارة ثالثة على التوالي للوصل ثار من بعدها جمهور الإمبراطور شو اللي صاير في الوصل على طاري ضربات الجزاء أيضا كانت هناك ضربة جزاء لشباب الأهلي غير صحيحة كان يجب تدخل حكم الفار فيها أبناء المدرب العربي الوحيد في دورينا يقسون على دبل حصن ويستمرون في النتائج الإيجابية تحس أن الجزيرة بدأ يرجع يلعب الكرة اللي نعرفها عن فخر أبوظبي سجلوا أسرع ثلاثية في تاريخ الدوري في 15 دقيقة بس وفازوا بالستة وعلى أثر هذه النتيجة والنتائج الكبيرة المخيبة للأمان لفريق دبل حصن تمت إقالة كايو زناردي ليكون أول ضحايا موسمنا وكايو المحظوظ مو بغريب يلاقي الفرصة السادسة في دورينا رغم فشله مع خمس فرق للحين بدون تحقيق أي نتائج مع أي فريق مستغرب من أنديتنا أنها بس تتعاقد مع المدرب وخلاص وما تشوف تاريخه وإنجازاته الحديث عن هذا الموضوع يطول كريسبو يصبح أعلى مدرب في تاريخ العيني حقق خسارة وصلت نسبتها ل 38% يعني من 44 مباراة خاضها كريسبو خسر منها 17 مباراة وضع دبا على فكرة ما يختلف عن وضع العروبة اللي للحين ما زال يبحث عن نفسه في دوري الأضواء كلباء يصل للنقطة السابعة من أربع مباريات وعنده مباراة مؤجلة وناوي يكون غير هالموسم شفنا مشاركة لاعبهم الجديد سمان قدوس اللي صنع وسجل هدف وهي أفضل بداية للاعب جديد شباب الأهلي بخطة ثابتة وبالعلامة الكاملة من بعد خمس جولات قوة تهديفية كبيرة بقيادة سردار أزمون اللي مسجل 9 أهداف في 9 مباريات في مختلف البطولات ونفس الكلام ينطبق على الملك نادي الشارجة علامة كاملة وأداء استثنائي وكوزمن بدأ يكشر عن تكتيك الكروي واستمرار تألق كايو والحين بعد ما شفنا أبرز الأرقام والأحداث تعالوا معاي لأبرز لقطات الجولة ولقطة الجولة بالنسبة لي أصغر مشجع في الجولة لفهود زعبيل وفرحته الكبيرة بعد الهدف الثالث لهم ومن أجمل لقطات الجولة أيضا الحضور الجماهير الكبير للعين والوحدة شكرا لكل الجماهير اللي دايما تكون متواجدة ومساندة لأنديتها وصلنا لفقرة ردود أفعال هالجولة ومن أبرز ردود الأفعال كانت لسلطان الشامسي وفي لقاءه بعد المباراة وهو ناسي أن في لاعب مطرود من الوصل والله ما أعرف أنه كان في طرد يعني الحين توني أتذكر أنه كان في طرد ولأن كلبه متألق فعلا في هذه الجولة محمد اليماهي مصرح بأن عندهم هدف واضح يسعون طموحنا نهاية الكاس وستثبت الأيام بإذن الله كان العام الماضي ما مشى ويانا الحظ لكن إن شاء الله هذا الموسم بإذن الواحد الأحد راح تشوفون كلبة بإذن الله في النهاية إن شاء الله في هذه الجولة هداف دورينا عاد لهوايته المفضلة علي مبخوت يسجل هدفين ويساهم في فوز العميد لكن أنا عجبني الهدف الثالث هدف من ثلاث لمسات من مدافع إلى الظهير والظهير من لمسة المبخوت ومبخوت من نص لمسة للجول في لقطة ثانية نشوف فيها خيمينيز يستلم الكرة من قبل نص الملعب ويركض كل هذه المسافة لين منطقة 18 ويسددها في الجول هذه نوعية اللاعبين الأجانب اللي ندور عليهم في دورينا أنيل القمة بين العين والوحدة بهذا الفوز المستحق لأصحاب السعادة الوحدة هو أول فريق يحقق ثلاث انتصارات متتالية خلال ثلاث زيارات لملعب العين في تاريخ دوري المحترفين وفي حين كنا ننتظر ظهور نجوم الأرجنتين في صفوف العين ظهر النجم الأرجنتيني للوحدة وخطف الفوز الثمين لأصحاب السعادة ومتخيلين أن نسبة استحواذ الوحدة في المباراة 31% وبرغم هذا فاز والعين حصل على 14 ركنية ما سجل منها ولا هدف هناك خلل واضح في دفاع العين العين استقبل 18 هدف في 9 مباريات من بداية هذا الموسم ولم يحافظ على نظافة شباكه تنتظر العين مواجهات قوية قادمة ونتمنى عودته لشكل الطبيعي سريعا
دورينا بيتوقف لمدة 20 يوم، بتتخلل منافسات مختلفة أبرزها عودة منتخبنا الوطني للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026. 25 لاعب في القائمة في كامل استعداداتهم لمواجهة كوريا الشمالية وأوزبكستان. كل التوفيق يا الأبيض. وقبل لا نختم لازم نشكر رابطة المحترفين الإماراتية على جهودهم واهتمامهم ومبادراتهم. هذه الجولة كانت احتفاء بالمعلمين بمناسبة يوم المعلم العالمي. نلتقي بعد الجولة السادسة بإذن الله في الإعادة. ترى في الإعادة إفادة. سلام.